اهلا وسهلا بقناه زاقروس، برنامج سبورت داي الرياضي، وياكم البطل العالمي والمدرب الدولي شاب احمد. اليوم راح ناخذ تمرين بسيط كلش، تمرين تقدر تاخذه منزلي وتقدر تاخذه تمرين بالجيم للمتقدمين وللناشئين وللمبتدئين اصلا. يعني احنا دائما نحب نبسط الرياضه، لا تصعبها، بالعكس احنا نريد نلتزم بالغذاء اكثر ما نلتزم بالتمرين. اليوم راح ناخذ تمرين وياكم بسيط، تمرين الدفات وتمرين للظهر وتمرين واحد للمثلثات. ثلاث تمارين تقدر تاخذها بالبيت. راح نبدي بوزن كلش خفيف، متوفر بالاسواق اكيد، يعني قوي صحتك وقوي مناعتك بالتمرين وبالالتزام الغذائي، احنا دائما نقول هالشيء هذا. راح ناخذ وياكم اول وزن 5 كيلوات، وزن 7.5، بس راح ناخذ وزن كلش خفيف، نشرح فيه للاخت المشاهد والاخ المشاهد، نشرح فيه تمارين بسيطه كلش. خلينا نبدي وياكم اول تمرين. ناخذ تمرين مسند، يكون متكي مسند على الدمبلس هذا، بس الدمبلس الثاني يكون بالايد الثانيه. تاخذ عمليه سحب، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5. الاتجاه الثاني، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5. هذا كان التمرين الأول والسيت الأول، خذناه وزن خفيف، راح اصعد وزن 7.5 هسه. نفس الشيء ناخذه متكي، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. يكون الايد ممدودة دائما وعدات قلنا كثيرة، بس وزن خفيف، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5. هذا كان بالنسبه للتمرين الاول. راح ناخذ التمرين الثاني للظهر، بس راح ناخذه هم بالدمبلس، بس راح يكون بهالطريقه هاي. توقف استقامه، ارجع، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. شغلنا الدفات، هسه شغلنا الظهر. كان هذا التمرين الثاني، ناخذ التمرين السيت الثاني بالتمرين الثاني نفسه. الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خلصنا التمرين الثاني، راح ناخذ التمرين الثالث والسيت الاول بالتمرين الثالث. راح ناخذ مثلثات بالدمبلس نفسه، راح ناخذ قدامكم بهاي الطريقه، 1 2. اكو ناس تاخذه هيك تقدمه، لا نادي شغل عضله واحده هي اللي هي مثلثات، 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10. دائما بالتمرين من تاخذ المثلث اكو ناس من تقدم قدمه اللي قدام، لا احنا بس نشغل العضله الواحده اللي هي بس المثلث. هاي الطريقه تكون دائما يكون تمرين بسيط بس له فائده كثيره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هذا كان وياكم التمرين الثالث والسيت الاخير. تحياتي لكم البطل العالمي شاب احمد.